مدينة القدس لا زالت تحتضن بداخلها عدداً من المهن التقليدية القديمة. أحد أبرز وأهم هذه المهن هي مهنة التصوير الفوتوغرافي، التي لا زال أصحابها يصرون على الاحتفاظ بها والاهتمام بها أكثر. دعونا ندخل إلى أحد أقدم أماكن التصوير الفوتوغرافي والتعرف على هذه المهنة وتراثها. في حي النصارى، أحد أحياء مدينة القدس القديمة، يقع أحد أقدم وأشهر محلات التصوير الفوتوغرافي. إنه استوديو إيليا قهوجيان. إيليا الذي قدم إلى مدينة القدس في عشرينيات القرن الماضي عمل مصورا فوتوغرافيا، كان هو الأول في القدس في ذلك الزمن. إيليا ذو الأصول الأرمنية امتهن التصوير وعلمه إلى أبنائه. أنا تعلمت من الوالد، ونحن بدك تقول ثلاث أجيال مصورين. بدك تقول برضو أنه نحن أقدم مصورين في القدس من 1924 لليوم، يعني الوالد وأنا أولادي يعني مصورين نشتغل في الشغل. كيفورك الابن الأكبر لإيليا المصورات، كما يحلو لسكان المدينة تسميته، يصر على المحافظة على مهنة والده التي عشقها كما تعلمها عنه. حب كيفورك لمهنته دفعه إلى اتخاذ منحا آخر فيها بعد أن ضعف إقبال الناس عليها في ظل التطور التكنولوجي في وسائل التصوير التي أصبح معها بإمكان كل شخص التصوير بنفسه. فبدأ كيفورك بالعمل على تجميع الصور التي التقطها والده طيلة سنين عمله، فكانت القدس صاحبة النصيب الأكبر من الصور الفوتوغرافية القديمة. ذلك كان حافزاً لدى كيفورك لجمع صور المدينة وأرشفتها ووضعها في كتاب أسماه القدس في عيون والدي. الوالد كان يصور الصور هذول بس عمره ما طبعهم، كان يخليه عشقا. 1987 عدت بنظف الدار، لقيت علب مسودات، عدت بسأل الوالد شو هدول؟ قل لي شو بدك فيهم؟ صور عتيق، شو بدك فيهم؟ خلي عشقها. عدت أخذتهم صرت أطبعهم وسويت الكتاب هذا. عشق كيفورك لمدينة القدس التي أصبح كيفورك أحد أبنائها الأرمن دفعه كذلك إلى البحث عن صور المدينة لدى مصورين آخرين زاروها من قبل، فجمعها أيضا وعمل على صيانتها والحفاظ عليها حتى أصبح يمتلك إرشيفا مصورا للقدس هو الأغنى والأضخم. أقدم الصور لديه يعود تاريخ التقاطها إلى عام 1860. استوديو إيليا للتصوير أصبح اليوم متجراً يقصده زوار المدينة من الأجانب وغيرهم لاقتناء صور القدس النادرة التي لا يجدونها إلا لديها. دائماً الوالد كان يحكي لي إنه إذا الشغل اللي تشتغل تأخذه كهواية تنجح في حياتك، والحمد لله نجحت. بفضل ما يقوم به كيفورك اليوم في محله هذا من توثيق للصور الفوتوغرافية القديمة لمدينة القدس، فإنه استطاع أن يختزل مدينة القدس بكامل تفاصيلها ومحطات تاريخها في هذا المكان الصغير الذي يجد فيه متنفسه وحياته. أمجد أبو عرفة لبرنامج هاي بلادنا القدس.